اهلا بيكم في عزبه الباشا. مصر سابقا وكل يوم قصه حزينه بنشوفها بعينينا وبنسمعها بودنا. يا بلدنا شوف اللي جرى، يا بلدنا شوف اللي جرى، لا بيتكتب ولا يتقرى، وما تقلقوش على وقتكم، قصه حزينه قصيره. فاتركم راكب غريب، فاتركم راكب غريب، طول عمري متشعبط ورا، معايا مشط معايا لب، معايا عصير وميه مشبره، وحاجات كتير حاجات كتير بس اشتروا، وما تسألوش على التذكرة، ما أنا قلت راكب من ورا، أنا قلت راكب من ورا، وورا فيه هناك ملايين في عيشة بنك مكدرة، يتعشوا يوم ويناموا يوم على أي لقمة مغبرة. لكن رضا وهنعمل إيه؟ وإيد قدام وإيد ورا، ياكم ساري خليك جدع، ياكم ساري خليك جدع، قلوب قلوبنا لسه مقشفرة، ضيوبنا لسه مقشفرة، وحياة ولادك خليك جدع، في بقاء كتير مستنظرة، ياكم ساري. طب يا عسكري، ياكم ساري، طب يا عسكري، يا أي حد في البلد، أحلامي لساها قطة من نهبكم متعثرة، ياكم ساري بالله عليك، ياكم ساري أبوس إيديك، والناس كأن مفيش بشر، الناس كأن مفيش بشر، والكل شاخص النظر، وانا قلبي من الذل اتقهر قدام قلوب متحجره، والكمساري ابن قتلني علشان تذكره. قصه قصيره حزينه بتحصل كل يوم في بلدنا، يموت مصري، يموت شاب، يموت اي حد في البلد، والتمن تذكره، تذكره اللي قدام حضراتكم دي اللي بياخدها الباشا، الباشا اللي شغال في القضاء او شغال في الوزاره او عشان شغال في أي سلك دبلوماسي أو شغال في الحكومة أو حتى شغال عسكري، واخدها أولى مكيف ببلاش، نفس التذكرة دفع حياته امبارح بسببها محمد عيد. وهي دي القصة، هي دي بلدنا. البداية النظام وضع السيف على راس اللي بيحصل عن طريق كامل الوزير، بعد كده مواطن ضحية ما معهوش فلوس يدفع، فكانت النتيجة انه نط من القطر وهو ماشي، اما الناس اللي بقوا خايفين يتكلموا بسبب اللي بيشوفوه، وبقوا خايفين يتكلموا خوفا على نفسهم وعلى وظيفتهم في بلد بيحكمها عسكري بيدفع للي معاه وبياخد من اللي ما معهوش، في بلد اتحولت لساده وعبيد، ساده يركبوا ببلاش، يركب على طول، يركب يركب اي حاجه واي حد في البلد، أما الغلبان عشان ما معهوش ما يلزموش ينط من القطر ويموت، زي ما قال السيسي، اللي ما معهوش ما يلزموش وما عنديش حاجة ببلاش. اتفرج، نقول له أنا هزود عليك التذكرة جنيه، يقول لك أنا غلبان مش قادر. صحيح، وأنا كمان غلبان مش قادر. يقول لك أنا مش قادر، طب ما أنا كمان غلبان مش قادر، أعمل لك سكة حديد آمنة ونبني بلدنا ونطلع قدام، ولا هنفضل في مكاننا كده خايفين من بعض؟